لازم اخسر ماني واحد اسمه لازم ابراهيم كسبني وبيصورني بالكره وضربني. بعد انتشار مقطع فيديو لفتاة تدعى منى عبد العزيز التي لم تبلغ 17 من عمرها، ادعت فيه الاغتصاب من شاب يدعى مازن، تمكنت قوة مباحث الجيزة من القبض على فتاة تيك توك وترحيلها إلى قسم شرطة الطالبية تمهيدا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق بحسب صحيفة الشروق. وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد شكلت فريق بحث من ضباط الإدارة لكشف ملابسات تداول فيديوهات لفتاة تدعى منى عبد العزيز بعد ادعاء تعرضها للاغتصاب من طرف شاب يدعى مازن. فيما رصدت المتابعة الأمنية تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنى عبد العزيز تيك توك، ظهرت في الفيديو بوجه متورم وكأنها تعرضت للضرب المبرح. وفي وقت لاحق بات أبطال هاشتاغ حق منى عبد العزيز وهاشتاغ القبض على المغتصب مازن إبراهيم.